مساء الخير على كل اللي بيشاهدنا وبيتابعنا واهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده ومتميزه معاكم من استاذ في الطب كالعاده النهارده هنتكلم في موضوع اتكلمنا فيه قبل كده ولكن ليه آه يعني آه زي ما بنقول كده ملوش نهايه بمعنى اصح لان احنا بنتكلم في الام غضروف الركبه والرقبه ليه انا بقول ملوش نهايه لان احنا كلنا آه واللي احنا عرفناه طبعا من ضيف حلقتنا قبل كده ان احنا كلنا عندنا الغضروف ده ده مش عيب عند حد معين او ده مش مرض معين لا هو بيكون مرض معين لما بيحصل احتكاك ما بين العصب وما بين الغضروف فبالتالي بينتج الام اتكلمنا قبل كده عن ازاى نعالج غضروف العمود الفقري بس بدون تدخل جراحى يعنى علاج الالام طيب النهارده هنتكلم عن ايه النهارده هنتكلم عن غضروف الركبه ازاي انا بعالج غضروف الركبه لما بيكون في الام بس برده بدون تدخل جراحي ايه اللي بيحصل للمريض اللي بيشتكي من الام في ركبته الغضروف بيتاكل او بيتاكل بصوره صحيحه طيب ايه اللي بيحصل بيبتدي المريض يتعامل عادي ان هو ما عندوش اي مشاكل وما بيبقاش عارف ان الغضروف ده اتاكل فبالتالي بيتحرك بطريقه طبيعيه او اكتر من طبيعيه بينتج ايه بينتج ان فى احتكاك ما بين العظام ما بين بعضها بيحصل الام شديد جدا بيروح للدكتور الحقنى إن انا عايز عمليه بسرعه طيب هل ده صح؟ لا ده مش صح احنا بنقول ونفكركم قبل كده وضيف حلقتنا قال ان الام غضروف الركبة او العمود الفقري ليه ثلاث حلول الاول بيبقى فيه حقن بلازما كمان بيبقى فيه حقن المادة الجيلاتينية لو الموضوع لسه مازال مستمر في الالام بنتجه للتردد الحراري بس ايه رأيكم نعرف المعلومات الصح من ضيف حلقتنا النهاردة خلينا نرحب بيه استاذ دكتور محمد يسري استاذ علاج الام غضروف العمود الفقري والرقبة بدون جراحة جماعة جامعة القاهرة أنا وسهلا بيك يا دكتور صحيح. منورنا يا رب أكون قلت صح <applause> طيب الحمد لله أهلاً. خلينا نتفق في البداية ونفكر كل اللي بيشاهدونا إن ما فيش حاجة اسمها أنا مريض غضروف إحنا عندنا كلنا الغضروف ولكن إيه اللي بيحصل؟ أه اللي بيحصل دايما إن إحنا على مدار الوقت أو على مدار حياتنا أو أهلاً. على مدار آه سنين العمر بتاعتنا ابتداء okay. من واحنا صغيرين mm. بيبتدي الغضروف ده زي ما بنقول كده او بنتكلم بشكل يعني آه يعني الناس تحاول تفهمه mm. ان هو ليه عمر افتراضي okay. هو ليه سمك معين mm. بيفصل العظم عن بعضه mm. الركبه ما هياش عباره عن عظمتين وشويه ميه زي mm. الناس ما هم فاكرين mm. وان الماده دي خلصت فنحق المادة بدلها فالامور ترجع زي الاول لا ده ما بيحصلش الغضروف الهلالي mm. آه الداخلي بالتحديد ده احد الغضاريف اللي موجوده في الركبه، الغضروف مش بس لازم يبقى ليه سمك معين، مم. مش بس بيفصل العظم عن بعضه لكن ده هو المكنه اللي بتحرك الركبه بتخليها تتني وتتفرد على بعض، مم. الاربطه اللي حوالين الركبه هي اللي بتحافظ على مم. الانتجرتي او بتحافظ على ان العظم يبقى قدام بعضه مم. ففي جوه الركبه مكنه مم. مش شوية ميه زي ما الناس فاكره كده يقول لك الماده دي واي حقن وخلاص كمان أيوة مش بس شوية نسبة. ميه واي ماده تتحقن في ناس كتير قوي بتقلق آه من حق. إنه موضوع حقن وتفتكر ان الموضوع داخل في نطاق الكورتيزون طبعا مم. طبعا فطبعا احنا بنقول ان الركبه فيها جوه مكنه مم. تمام اللي هي الغضاريف لازم احنا نحافظ عليها المكنه مم. دي غصب عننا بتتاكل على مدار السنه مم. لو الانسان فهم الموضوع دوت وعرف ان هو في سن ال غير سن العشرين م. في سن الأربعين لازم تتاكل، المكنه دي او الغضاريف لازم تتاكل، م. لكن لازم انا كل ما هي تتاكل انا اقلل مجهودي. فبالتالي ما احسش بالمعاناه، م. ما اعملش المجهود اللي انا كنت بعمله وانا في سن ال اعمله م. في سن الأربعين 40، اللي بعمله في ال 40 في ال لازم انا بنفسي اقلل مجهودي، فابتدي احس ان ركبتي طبيعيه ما فيهاش اي مشكله، م. لكن المشكله ان انا اعمل نفس المجهود والركبه كفائتها بتقل بحس والمادة ان انا مريض. اللي هي المفروض هو مش المفروض يا دكتور الغضروف ده عباره عن ماده ما بين الفقرات لا مش ماده الغضروف م. يعني ما شيء. شيء ماده الناس بتظن انها ماده سائله ماده لزجه لا, لازجة لا لا لا, لا الغضروف ده زي م. زي ما احنا بنقول الناس اللي بتاكل الكوارع كده القبوشه بتاعه الكوارع <applause> فدي مش ماده ده دي حاجه م. يعني كارتليج او غضروفيه أها. تمسكيها بايدك أوكي. لكن مش ماده لزجه ماده لزجة دي ده اللي احنا بنتحايل على اللي ربنا خلقه ونحقن احنا ماده جيلاتينيه مم. تمام علشان احاول اعوض انا مش قادرين نعمل حاجه زي كده ولو اننا ممكن اه بالبلازما بيقولوا ان احنا ممكن نعمل حاجه مم. آه زي كده فلو الانسان اعترف ان انا ركبتي كفائتها بتقل مم. وده شيء طبيعي انا مش مريض يبتدي اتعامل مع الركبه يعني انا ما دام عارف عندي في في الام في الركبه او في مرض معين اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه ده يبقى انا المفروض اخف شويه ضغط على الركبه أو, أو, او على جسمي مش جسم مرض مش مرض انا لازم اقلل مجهودي كل ما بكبر في السن لكن هي أوه. المشكله بتيجي فهم. ان مم. ست البيت عايزه تنظف البيت وهي عندها 30 سنه زي ما تنظفه وهي عندها 50 سنه مم. فبتحس طبعا انها مش قادره نفس عمله ونفس شغله ونفس اللي بيقوم بيه برده ما بيعملش حساب ان السن بيتقدم وان في حاجات ممكن نخسرها شويه في جسمنا. بالضبط، بالضبط. طيب آه، احنا هنتكلم ان احنا لازم ناكد ان احنا حضرتك بتعالج الالام مش بنعالج الالتهاب اللي الألام. بيسبب الالم لكن ما بنقدرش نعالج ان احنا نرجع الركبه زي الاول. ايوه. واي دكتور بيفهم المريض كده قلنا ان ده حاجه مش حقيقيه. مش صحيحه. وبعدين احنا مش بنعالج الالم يعني بنسكنه لا احنا بنعالج الالتهاب اللي بيسبب الالم. أوكي. لكن ما اقدرش اعالج الركبه كركبه. تمام لكن فهم. بنعالج الالتهاب عشان في ناس لما تسمع علاج الالم يعني انت بتسكن لا م. مش بنسكن امم طيب خلينا نبدا كده احنا بنقول ان في ثلاث 3... ثلاث طرق للعلاج او تدريجيا لحد ما المريض ده او اللي تعبان من الام ده يخف طيب. بنبتدي الاول بحقن البلازما عايزين نعرف يعني ايه حقن البلازما طيب هو اولا مش اي بلازما هو البلازما الدمويه بالصفايح الدمويه أوكي. تمام مم. احنا عندنا مكونات الدم بتاعتنا في كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وصفايح الدمويه مم. الصفايح الدمويه ده هو الجزء من الدم اللي مسؤول عن التئام الجروح مم. اللي مسؤول عن تكوين النسيج مره ثانيه طيب لما نفسرها شويه يا دكتور حضرتك بتقول مش اي بلازما طيب انا آه. باخد عينه من الدم لا 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 احنا احنا, احنا عايزين نستخلص من دم المريض مم. جزء غني بالصفائح الدمويه انا م. عايز اطلع الصفائح الدمويه واخدها احقنها في المكان اللي انا عايزه يلتئم لو عندي جرح في الايد ممكن احقنها علشان يلتئم يعني انا بركز أوكي. يعني الصفائح الدمويه دي مخصصه لالتئام الجروح في الجسم كله في الجسم كله فبالتالي احنا لو اعتبرنا ان التاكل اللي حصل في الغضاريف والتاكل اللي حصل في الاربطه اللي موجوده في الركبه اوكي دي عباره عن جرح حاجه اتاكلت فاحنا لو حقنا البلازما دي اللي فيها صفائح دمويه <applause> هيتكون غضروف جديد ويتكون اربطه جديده طب الفكره ايه مش بس الالتئام لكن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه م. او البليتست دي البي الناس بتسميها البي ار بي هي بتعمل زي المغناطيس اللي بيجتذب الخلايا الجذعيه للمكان دوت عشان تبني غضاريف واربطه تانية م. الخلايا الجذعيه دخلت تحت نطاق دلوقتي آه يعني يعني شبه هي ما بتجيبش نتائج خالص ما زالت تحت التجربه م. وان الناس تحقن الخلايا الجذعيه اصبح بيتبصلوا على انه نصب. وهو مم. فعلا مضيعه للفلوس ما بيجيش تجربه مع اي حاجه يعني في تخصصات كتير داخلها الخلايا الجذعيه حلو ما فيش اي تخصص نجحت معاه لا يعني انا مم. ما شفتش مريض جه وقال انا حقنت حتى في المانيا وبيسافروا امريكا وبيدفعوا فلوس كتير جدا أوكي. لكن ما فيش نتائج زي كده طب مم. هي مرخصه في مصر مرخص اه ان احنا نعمل بنوك مم. نلم الخلايا الجذعيه عشان نجربها <applause> مش بنقول ان حصل ترخيص يعني للعلاج لسا يعني لسه الموضوع فيه ابحاث وفيه يعني اه لكن طريقه بقى البي ار بي او البلازما <applause> طب هي طريقه محترمه جدا ورخيصه جدا okay. جنب الخلايا الجذعيه mm -hmm. ان انا اجيب الخلايا الجذعيه من جسم الانسان mm -hmm. للمكان ده للركبه mm -hmm. يعني ال ال البلازما زي المغناطيس غير انها بتبني الغضاريف والاربطه mm -hmm. لكن بتبقى عامله زي المغناطيس اللي هيجذب الخلايا الجذعيه ببلاش هيجذبها من غير فلوس خالص okay. للركبه علشان تبني الغضاريف ويمكن mm -hmm. معانا اول فيديو هنقدر نشوفه دلوقتي هنقدر عن عن الخلايا مم. اللي هو البي ار بي او مم. حقن البلازما بتتم ازاي؟ يعني يا دكتور انا باخد عينه من الدم وبعدين بناخد عينه من دم المريض مم. وبعدين بناخدها في انبوبه معينه مم. تمام مم. وبعدين تتحط في جهاز معين زي ما هنشوف في الفيديو خلينا خطوه خطوه لغايه ما الفيديو يجهز معانا احنا بناخد عينه من المريض نفسه آه من المريض ما ينفعش ناخد من اي يعني لا 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 مثلا لا لا مش من مريض أي تاني طبعا كده احنا هنعمل مشكله كبيرة. مشكله طيب هناخد من المريض نفسه 10 سم او 15 سم ده بيتجزا أوكي. لا لا بناخده يتحط في انبوبه آه آه زي القمع كده تمام وبعدين مم. تتحط في جهاز سنتريفيوج يلف الجهاز ده بيفصل المكونات كلها يطلع البلازما اللي انا عايزها في أنا ناحيه يعني يتجزأ يا دكتور يتجزا يعني ايه <applause> يعني نجزا نطلع يتفصل. مثلا هو احنا بنسميه كل... فصل يمكن طيب ماشي. يعني يتفصل <applause> <تمام>. اه نفصل <applause> ده عن ده عن ده وبالتالي يطلع لي الجزء اللي انا عايزه بيبقى جزء صغير كده تمام يعني لما ناخد 15 سم يطلع لي 3 سم كويس جدا مم. ناخدهم بقى نحقنهم مم. في الركبه وطبعا يفضل ان الحقن ده يكون بتعقيم مم. ما يكونش في العياده مم. يعني يكون في اوضه ملحقه مم. بالعياده أوكي. يكون في جهاز موجات صوتيه او مم. جهاز اشاعه مم. علشان نشوف احنا داخلين فين او بنعمل فين أوكي. آه يكون المريض موقف قبليها المسكنات لمده مم. اسبوعين مم. لو انا هحقن الماده الجيلاتينيه افصل بينهم بشهر او اسبوعين على الاقل مم. مم. في شويه حاجات ادويه السيوله لازم نوقفها احنا صفحتنا على الفيسبوك اللي هي المركز المصري لعلاج الالم احنا كاتبين الشروط بتاعه البلازما يعني نعمل ازاي البلازما حتى اللي بيسال على اسعار الحاجه او كده بنقول له لو سمحت ابعت رساله م. واحنا هنقول لك الاسعار قبل ما آه. تيجي خالص يعني آه. عشان في ناس في الكومنت بتاعها هنشرح اكتر على على الفيديو بس أن نخرج لفاصل ونرجع تاني إن شاء الله. زي اعزائي مشاهدين خليكم معايا هنخرج لفاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مرة تانية وهفكركم بموضوع فقرتنا النهارده هو مهم جدا وهو ازاي اعالج الام غضروف الركبة بس بدون تدخل جراحي. نرحب مرة تانية بدكتور آه محمد ازيك يا دكتور وطبعا اكيد منور حلقتنا. آه قبل ما نخرج لفاصل قلنا ان احنا هيكون معانا فيديو لشرح حقن البلازما آه هيكون معانا دلوقتي بس خلينا ناكد ان حقن البلازما ده هي الخطوة الأولى. تمام تمام بنقول ان هو الخطوه الاولى ليه؟ على حسب درجه الام المريض ولا لا. هي بتبقى خطوات لازم تتبع لا. بعضها؟ هو احنا الـ الـ مش مش مساله خطوات لكن م. احنا دلوقتي عندنا البلازما هي اللي هتبني المكونات اللي اتاكلت اوكي الماده الجيلاتينيه هتكمل عمل البلازما بحيث ان هي تحافظ على الركبه اللي احنا هنتكلم فيها بعد الفيديو الاولاني يعني قصدي حضرتك ان ان هي خطوات هما الاثنين دول حقن نعمل يعني. ده وبعدين ده م. تمام م. آه لو المريض ما عندوش امكانيات ماديه يبقى يعمل حقن الماده الجيلاتينيه على طول. على طول لو هو ما امكانيات ماديه لكن م. يفضل ان احنا نحقن البلازما تمام وبعديها باسبوعين او شهر نحقن الماده الجيلاتينيه بعد كده نحقن إن الماده الجيلاتينيه باستمرار ان الصح ناخدها آه الاول حقن البلازما تمام م. التردد الحراري برده احنا هنتكلم عنه كمان شويه التردد الحراري ده لو الالم ما راحش لكن مش شرط بقى مش حاجه م. ضروريه م. يبقى احنا عندنا البلازما وبعدين نحقن الماده الجيلاتينيه دول حاجه ضروريه م. تمام ده الاساس م. ده الاساس م. تمام طب يا دكتور لو حد كان كان في بلد يعني جاي مثلا من اي بلد عربيه مش مصري وجي لحضرتك اه ومفيش وقت لو هو لو هو قادر مش راجع يقعد يقعد اسبوعين تاني. لو قادر أو. يقعد اسبوعين أو. تمام يبقى ممكن نعمل له حقن البلازما وبعدين نعمل له حقن الماده الجيلاتينيه يعني الموضوع آه. كله بيستغرق هو اه أسبوعين. لا هو جاي اه ده اسبوعين فاصل بس لو هو لا ده هو جاي يومين يعمل حاجه ويمشي يبقى نعمل له الحقن والتردد الحراري ويسافر الحقن مش هينفع بقى البلازما البلازما في اي زياره تانية بقى. اللي هو حقن الماده الجيلاتينية. الماده الجيلاتينيه ماده الهاليورونيك أه. الجيلاتينيه أه. لكن مش هينفع البلازما خالص لا مش مش هينفع هو محتاج يفصل ما بين الاثنين اه احنا بس بنحاول اه يعني له حضرتك مشكلتو. ان انا عشان اعمل حقن البلازما معانا كمان الفيديو لا يبقى طبعًا. لازم يبقى في وقت فاصل ما بينه وما بين الماده فيه. الجيلاتينيه احنا بس دلوقتي ده الكارتليج او ده الغضروف اللي احنا كنا فاكرينه ماده يعني ده الغضروف اهو اوكي تمام آه اللي هو آه موجود ما بين العضمه اللي فوق للركبه والعضمه دي البلازما خدنا الدم وابتدينا نحطها في انبوبه زي القمع وبعدين نحطها في الجهاز دوت الناس بتشوفه عندنا في في المركز م. وبعدين يفصل الجهاز ده بيفصل بقى في الانبوبه دي م. الجزء الاصفر اللي فوق ده البلازما اللي انا مش عايزها ما فيهاش صفائح دمويه الجزء اللي تحت ده كرات الدم الحمراء ما بينهم الـ 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 الابيض ده اللي بقى في النص هو ده البي ار بي او هو ده البلازما ده, ده اللي احنا هناخد نحطه في السرنجه دي علشان نحقنه في المكان المتاكل بجهاز الاشاعه دي مم. حقنه البنج بندي بنج اهو دي حقنه بنج خفيفه كده بنديها في الاول مم. حاجه موضعيه حاجة يعني حاجه موضعيه جدا مم. المريض بيبقى صاحي بعد كده نبتدي ندخل بقى بالبلازما في المكان اللي متاكل مم. بالتحديد عشان اعرفه لازم في ناس بتحقن عمياني كده ما بيبقاش عنده جهاز أو. اشاعه ولا حاجه مم. فلازم يكون في جهاز موجات صوتيه او في جهاز اشاعه آه لازم نشوف بيه آه المكان عشان اللي احنا داخلين عشان أحقن في المكان اللي محتاجه اللي اركز محتاجة. اركز كل اسلحتي م. في المكان اللي هو اللي انا محتاجه ده لو في اماكن كتير فممكن م. نحقن بنوزع الحقنه بقى على الغضروف الهلالي الداخلي والغضروف الهلالي الخارجي أه. والاربطه وحاجات زي كده آه جوه بقى ادي بقى ايه بتطلع دلوقتي دي الكرات الدم البليتلت او اللي هي البلازما بتطلع جروث فاكتورز او حاجات معاملات نمو الصغيره دي أوكي. وبعدين تبتدي تيجي خلايا تانية اللي هي الماكروفاج اللي قدامنا دي علشان تحاول تعمل التئام للمكان دوت م. تمام وبعدين تبتدي تستدعي الستيم سيلز او تستدعي الخلايا الجذعيه علشان اللي ان هي تكون بقى الكارتليج الجديد او تكون الغضاريف الجديده وتكون الاربطه الجديده فيرجع الامور تاني. احنا كده عرفنا آه حقن البلازما وقد ايه هو آه. بيكون مفيد تمام. بيبقى في قد ايه فاصل ما بينه وما بين الماده الجيلاتينيه لما احب احقن من الماده أسبوعين من اسبوعين لشهر يفضل شهر لكن نقدر نعملها بعد اسبوعين اه بس تمام؟ يفضل شهر اه ليه لان احنا في ناس بتحقنها مره واحده يعني مم. في ناس بيحقنوها بس ده مش مظبوط ليه لإن أنا لما أنا بحقن البلازما قبليها بأسبوعين مش لازم أدي مسكنات خالص. أوكي. بعديها بأسبوعين مش لازم أدي مسكنات خالص لإنها هتبوظ البلازما دي. م. لما باجي أحقن المادة الجيلاتينية ممكن أدي للمريض مسكن بعديها. أوكي. فأنا كده يعني عندي حاجة م. بدي فيها مسكن وحاجة ممنوع إن أنا أدي فيها مسكن. م. فبنقول للمريض هنفصل بأسبوعين. قبل البلازما باسبوعين فيش مسكن، بعد البلازما باسبوعين مفيش مسكن،, مسكن احقن بقى بعديها الماده الجيلاتينيه. اللي جاي بقى من سفر وبعيد و و ممكن يحقن الماده الجيلاتينيه ويعمل التردد الحراري مع البيضي. بعض ولما يجي زياره ثانيه بعد ست شهور بعد سنه بعد اي وقت نحقن له البلازما تبقى طيب حاجه زياده على احنا احنا شرحنا طبعا حقن البلازما بالفيديو عايزين نعرف يعني ايه الماده الجيلاتينيه, الجيلاتينية حقن المادة ماده الهيلورونيك الجيلاتينيه هي احد المكونات الطبيعيه في الركبه. هي موجوده في الركبه لكن مش هي بس الركبه لان الناس بتفكر ان الماده دي ما دام حقناها الركبه رجعت زي الاول دي كانت ماده لا احنا احنا اتفقنا قبل كده مع حضرتك في مفيش حاجة اسمها ارجع زي الاول زي بالزبط. الاول مظبوط مظبوط تمام بنحقن الماده الجيلاتينيه وظيفتها ان هي مم. تحافظ على الركبه دي اول وظيفه مم. مش وظيفتها ان هي تسكن الالم لان المريض دايما يقول لك ايه طب ما انا حقنته وما نفعتش ما نفعتش من وجهه نظره يعني مسكن أه تسكين الركبه ما انت ممكن تحقن كورتيزون يعني انا دايما اقول له لو هو مشكله وجع وانك تمشي مم. احقن يا سيدي كورتيزون الوجع هيروح بس ركبتك هتتاكل تماما مم. واحنا مش هنعمل هذه الممارسات ومش هنحقن كورتيزون حضرتك في بتعالج يعني في بنعالج الالتهاب الالام والالتهاب كمان بالضبط. عشان ما تاكل اكتر كويس الماده الجيلاتينيه بتعالج الالتهاب احنا بنحقن ماده متعدده الكثافه يعني مم. مش بس حقنه واحده مم. لا دول ثلاث حقن كل حقنه مختلفه متعدده الكثافه بحيث ان هو يبقى في كثافه قليله تبتدي تخترق مكان العظم ومكان الغضاريف وتعالج الالتهاب كثافه عاليه تبتدي بقى تبقى موجوده في الركبه عشان أوكي. تمنع الاحتكاك اللي موجود لما بنعمل الكلام دوت عندنا 70 واحد من كل 100 واحد الوجع بيروح كمان بالمره أوكي. لكن احنا مش بنحقنها عشان الوجع عشان أوكي. الناس ما تفضلش مركزه هو الوجع هيروح ولا لا أوكي. اللي الوجع بقى ما يروحش فيه بنعمل التردد الحراري فاحنا ممكن نشوف الفيديو رقم اتنين. برضو انيميشن كده اه انيميشن ازاي ان احنا الماده الجيلاتينيه بتعمل ايه في الركبه هو دوت طيب السؤال هنا يا دكتور الماده الجيلاتينيه دي انا بحصل عليها ازاي موجوده يعني الشركات موجوده اه هي موجوده حتى في الفيديو كمان بتبقى ماتيريال واحده معقمه وبتتباع اهي يعني مم. دي مثلا احد الانواع أوكي. بتبقى جايه في سرنجات زي ما احنا شايفين لازم ثلاث انواع لازم ثلاث سرنجات مش نروح نحقن حقنه وبعد اسبوع تعالى خد الحقنه الثانيه بعد لا الثلاثه مره واحده الثلاثه مره مم. واحده تمام فاحنا بادي الـ 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 الركبه مم. ابتدينا ندي البنج دي حقنه بنج موضعي كل الحاجات دي بنج موضعي المريض بيعملها مم. وبيروح مباشره يعني مم. لو في ميه في الركبه بنسحبها بقى يعني المرضى اللي حقنوا عندنا كتير قوي وده وظيفه الاشاعه لو انا مم. بحقن عمياني مش هعرف ان في ميه في الركبه فحقن الدواء فوق كمان الميه ممكن تجيب نتيجه عكس الـ الـ تجيب نتيجه ما تجيبش نتيجه خالص مم. لان ضاع الدواء اللي انا حقنته مم. لكن لما بيبقى اهو احنا كده بنحقن الماده الجيلاتينيه عشان أحقنها في المكان اللي انا عايزه لازم يبقى عندي جهاز اشاعه لان جهاز الاشاعه هيعرف إذا كان في ميه ولا لا، مم. فلازم اسحبها قبل ما اعمل المادة الجيلاتينية. يا يعني اما انا بحط ميه على ميه ببوظ الدنيا ما بعملش مم. أي فايدة والمريض راحت عليه آه الفلوس بتاعته. مم. المادة الجيلاتينية زي ما احنا شايفين بتمنع الاحتكاك فبيبتدي المريض يتحرك من غير ما يتعرض للالتهاب آه مرة أخرى، تمام؟ مم. وزي يعني ده يعني بيقولوا ان هو ممكن بقى ما دام ما فيش احتكاك نقدر نمارس الرياضه بس برضه ما نضغطش قوي ما بنضغطش هو, هو ده هو ده هو, على ده هو في الفيديو ده هو في الفيديو بيقول له انت بتعمل حركه جانبيه مش حركه السلالم مم. يعني الفيديو هنا بيقول له انت تقدر تتحرك جانبيا أوه. لكن مش هطلع سلالم مش هطلع اه ده بيوضح آه الفيديو برضه التاء اللي بعديه هنا اللي بعديه هنشوفهم ورا بعض يعني على طول نمره ثلاثه ونمره اربعه مم. واحنا بنحقن بقى يعني مم. فيديو لايف بقى ازاي بنحقن المرضى مم. تمام وازاي بنحقن لازم ثلاث حقن وان لازم يكون في اوضه معقمه وان لازم يكون في جهاز اشاعه فممكن نعرض الفيديوهات دلوقتي عملية على عمليه الحقن بس بصوره اوضح بمعنى آه بصوره حقيقيه بقى احنا جبنا فيلم كرتون او انيميشن فين الالوان بتاعه المره اللي فاتت الالوان بتاعت المره <applause> اللي فاتت <applause> طيب احنا اتكلمنا <applause> عن حقن البلازما وحقن الماده الجيلاتينيه وقلنا ان ان انا ممكن اتابع معاهم ويجددوا حاجات آه ممكن آه تكون كل متأكلة. سنة متاكله احنا بس نشوف ال... نشوف الفيديوهات عشان ننقل على التردد الحراري قبل ما قبل ما نتكلم عن التردد انا ممكن استغنى عنه قبل نتكلم عنه بقى انا أو ممكن, ممكن نستغنى عن التردد الحراري لو مم. لو نسبه الالم اللي انا حصلت عليها من حقن البلازما والماده الجيلاتينيه او مم. من حقن الماده الجيلاتينيه بس مم. انا راضي بيها ما تعملش آه. ما تعملش تردد حراري لو, الحراج. الحراج. لو أوكي. انت راضي بيها مم. ما تعملش التردد الحراري كده احنا بنشوف مم. هو اهم حاجه التعقيم المريضه صحيه تماما مم. تمام اجهزه الاشاعه متاحه وموجوده سواء في المركز عندنا الموجات الصوتيه او الاشاعه ادي اول حقنه مم. تمام مم. عشان احنا بنقول مش هي حقنه واحده آه لازم ندي متعدده الكثافه ما ينفعش اجيب هو النوع ده واقول له خد الحقنه دي اللي بتقعد سنه الحقنه دي ام سنه ونص لا لازم ادي كذا كثافه كذا كثافه تمام وبتبقى نسب النجاح اعلى بكتير جدا يبقى يعني احنا كده ادي اول حقنه مم. الحقن دي بتيجي معقمه ومتعبيه مش احنا بنعبيها من حاجه آه ده هي جايه جاهزه كده من آه. الشركه ادي الحقن آه الثانيه تمام ومتعقمه ومتغطيه وكل الكلام بس دا. لازم اروح عند مكان يعني موثوق فيه بمعنى اصح عشان تمام. آه آه آه. يعني هو او الدكتور حتى لو عايز يعمل كده في العياده ممكن حتى نشوف الفيديو اللي بعده على طول مباشره آه لو إيه هو عايز يعمل نشوف عنده في العياده اللي بعده نتكلم عن التردد الحراري كمان هنلخبط بس الناس هنلخبط الناس ده الفيديو اللي بعده وقتنا. اه الفيديو اللي بعده طيب دلوقتي آه انت وعدتيني ان أو <applause> طيب دلوقتي اه وعدتك هتكون معانا دلوقتي ده جوه الركبه بقى احنا شفنا بنحقن ازاي بره الركبه م. ده على جهاز الاشاعه تمام ده جهاز الاشاعه بنبقى م. شايفين ازاي الركبه جوه اصل حضرتك آه ان جهاز الاشعه ده بيبين لي الابره جوه الابره جوه يعني للربعة. عشان لو اي مريض راح عند اي دكتور المفروض ان هو متخصص وعمل له الحقن ده من غير الإشاعة يبقى محتمل احتبال كبير احتبال جدا احتمال كبير ان ما يكونش الماده دخلت في المكان, أو أو يفشل. <applause> في المكان اللي احنا عايزينه ان احنا عملناه في المكان اللي احنا عايزينه ادي جوه الركبه وبنشوف بعينينا بقى انا بحقن فين في ميه مثلا ممكن اسحبها في فين المكان في التاكل بمعنى اصح اعرف احقن ان انا اركز الماده بتاعتي جوه الركبه آه ونقدر اهو وادي الحقنه نمرة ثلاثة يعني ايه ده اللي احنا بنقوله حقنا اول واحدة والثانية والثالثة لازم ثلاث حقن لان الكافيتي او الـ الـ الركبة حجمها كبير قبل ده كله بيكون في حقنة طبعا التخدير تخدير موضعي خالص وما فيهوش أي مشكلة تمام وبعد ما بنحقن الكلام ده الموضوع بي بيبقى يعني تمام خالص يعني إن شاء الله أه نتكلم شوية آه بقى عن, عن التردد, عن التردد الحراري. الحراري التردد الحراري هو خطوة يعني ايه مش شرط إن احنا نعملها لانه هو فقط بيعالج التهاب الاعصاب اللي حوالين المفصل علشان المريض ما يحسش بالالم اللي هو أوكي. نتج لسه باقي لان احنا زي ما قلنا لما بنحقن البلازما مم. والماده الجيلاتينيه آه ده التردد الحراري مم. ده جهاز التردد الحراري مم. ده جهاز حل. ده ده جهاز التردد الحراري مم. تمام وطبعا هو ليه آه السلوك طالعه منه مم. تمام بنظبط الجهاز طبعا الجهاز ده متوصل بالسلك ده على الابره اللي موجوده عند المريض عند الركبه اهو زي ما احنا شايفين اوكي طيب مم. المهم مم. فاحنا دلوقتي الخطوه بتاعت التردد الحراري مم. دي خطوه بنعملها اذا كان الالم آه يعني لسه موجود احنا قلنا ان احنا عندنا آه حقن البلازما علشان يبتدي يبني الغضاريف اللي في الركبه بنحقن الماده الجيلاتينيه في الركبه علشان نمنع الاحتكاك وعشان نعالج الالتهاب وعشان ان احنا نحافظ على كفاءه الركبه بنكررها كل سنه او كل سنة شهور حتى حسب الامكانيات أوكي. الماديه بتاعه المريض وحسب مم. النوع اللي هو بيختاره مم. لو اتبقى شويه وجع بعد الحقن بتاع الماده الجيلاتينيه والبلازما ممكن ساعتها نعمل التردد لو الحلالي. انا عايز انهي الوجع تماما بقى يعني او لو إحنا حد لازم ضغط عندنا على نفسه لازم شوية. عندنا نسبه فشل يعني حتى مم. الناس اللي بتعمل التردد الحراري نسبه نجاحه 80% يعني مم. عندنا 20 واحد من كل 100 بعد التردد الحراري بيتبقي عنده شويه الم أوه. فما نقدرش نوعد المريض ونقول له ان احنا هننهي الالم تماما او احنا هنعمل تماما لان كده احنا بنبقى بنضحك عليه لانه لو طلع من ال واحد من كل مية اللي هم ما اتحسنوش م. تمام ساعتها هيقول ان احنا بنضحك عليه وان احنا بنخدعه وان احنا ما قلنالوش الحقيقه فلازم نفهم المريض ان احنا عندنا كل 100 واحد في عندنا 80 واحد بيتحسنوا او ما بيحسوش بالوجع وفي 20 واحد بيتبقى عندهم وجع هم مش مبسوطين منه أوكي. ففي النهاية لازم المريض يبقى عارف انه ممكن يطلع من ال واحد م. اه عايز يعمل كل حاجة بياخد بالاسباب لكن ربنا هو الشافي يعني عايز يعمل كل حاجة يعمل كل حاجة دي حاجة خطوة كويسة آه ما بنقولوش بس يعملها, يعملها بطريقة آه. صح يعني لازم يبقى يعملها في بطريقة صح من او يعمل الموضوع كله حقن. على بعضه ده ما فيهوش مشكلة حسب امكانياته المادية التردد الحراري بياخد هي جلسة واحدة يوم كل حاجة يوم, يوم يعني واحد. ممكن يوم واحد يتعمل الحقن والتردد الحراري كله في يوم واحد أوكي. فهو المريض مش محتاج ان هو م. يروح ويجي او ان هو يعني يعني يسافر ويرجع م. تاني م. كل الحاجات دي ما فيهاش اي في نهايه فقرتنا احنا بنشكر حضرتك وبناكد ان احنا بنعالج الام غضروف او الام الغضروف عامه اذا كان بقى في التهاب في الرقبه او اذا كان في العمود الفقري او اذا كان في الركبه فده كله احنا بنعالجه بحقن بس حقن بصوره صحيحه مش كورتيزون خالص مش كورتزون عشان كورتزون ناكد كرس. المعلومه دي على كل اللي بيشاهدنا دعم. انا سعيده جدا بلقاء حضرتك آه. خلينا نشكر مع بعض استاذ دكتور محمد يسري استاذ علاج الام غضروف العمود الفقري والرقبه بدون جراحه جامعة القاهره خليكم معانا هنرجع لكم تانى بعد الفاصل